لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. تكلمنا أمس عن عبادة الدعاء، وأنها من العبادات التي يظهر فيها الذل والخضوع لله عز وجل، كما ذكر الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى. قبل أن نكمل نذكر فائدة تتعلق بهذه العبادة، وهي أنواع الدعاء. عليكم السلام. الدعاء نوعان، الدعاء نوعان. الأول دعاء المسألة، والثاني دعاء العبادة. الأول دعاء المسألة، والثاني دعاء العبادة. يعني أنت لو سئلت الدعاء إيه أقسام الدعاء وأنواع الدعاء، وذلك باستقراء الآيات والنصوص، تجد أن الدعاء نوعين، أن الدعاء نوعين، نوعان. النوع الأول دعاء المسألة، والنوع الثاني دعاء العبادة. وكل ما ورد في القرآن من الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله يتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة. لماذا نذكر هذا الكلام؟ لأن كثيرا من الناس يتبادر إلى ذهنهم حينما يسمعون لفظ الدعاء اللي هو السؤال فقط، وهذا ليس بصحيح. فالآيات صريحة في شمول هذا اللفظ لدعاء المسألة ودعاء العبادة. طيب يعني إيه دعاء مسألة ويعني إيه دعاء عبادة؟ دعاء المسألة أن يطلب الداعي ما ينفعه وما يكشف ضره، أن يطلب الداعي ما ينفعه وما يكشف ضره، أو قل هو ما تضمن مسألة أو طلبا، ما تضمن مسألة أو طلبا. يعني أن يقول الداعي اللهم أكرمني، اللهم أعطني، اللهم ارزقني، يبقى يطلب شيئا، اللهم ارحمني، اللهم اغفر لي. أما دعاء العبادة فهو يشمل جميع القربات، يعني الطاعات الظاهرة والباطنة. دعاء العبادة يشمل جميع القربات الظاهرة والباطنة. فالعابد أو الطائع، العابد أو الطائع داع بلسان مقاله ولسان حاله، داع ربه قبول تلك العبادة والإثابة عليها. حينما تسأل أي إنسان ماذا تقصد بصلاتك، بصيامك، بحجك، بأداء الحقوق للناس، بحسن الخلق مع الناس، فتجد الإجابة واحدة: رضا الله، نيل الثواب، النجاة من العقاب. فهذا يدل على أن هذه الطاعات من الدعاء، يعني هو يدعو الله بها، يدعو الله بهذه العبادات. حينما يتقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادات فهي تدخل ضمن الدعاء. ولذلك صرف دعاء العبادة لغير الله يعد من الشرك، كما أن دعاء غير الله وسؤال غير الله قضاء الحاجات التي لا يقدر عليها إلا الله كذلك من الشرك. يبقى دعاء المسألة حينما يتوجه الإنسان بالسؤال لغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله يبقى يكون قد أشرك، كذلك حينما يصرف شيئا من العبادة لغير الله أيضا يكون قد أشرك. ونوع الدعاء اللي هو دعاء المسألة ودعاء العبادة متلازمان، فإن الله يدعى لجلب النفع ودفع الضر دعاء المسألة، ويدعى خوفا ورجاء دعاء العبادة. يعني كل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. نذكر بعض الآيات تبين ما ذكرناه. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يعني أستجب طلبكم وأتقبل عملكم.
أستجب طلبكم وأتقبل عملكم. رحمك الله. وقال أيضا: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخري. طيب الآية تقول: وقال ربكم ادعوني، يبقى هنا استعمال لفظ إيه؟ الدعاء. ثم قال: إن الذين يستكبرون، لم يقل عن دعائي وإنما قال عن عبادتي، فسمى الدعاء إيه؟ عبادة، لأن الداعي دعاء المسألة يطلب من الله سبحانه وتعالى، يسأل الله عز وجل ما يشاء من خير الدنيا والآخرة، والعابد يطلب من الله القبول والثواب ومغفرة الذنوب. يبقى السائل يطلب من الله عز وجل ما يشاء من خير الدنيا والآخرة، والعابد يطلب من الله عز وجل القبول والثواب ومغفرة الذنوب. وتجد أيضا في قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وقد ذكرها الإمام ابن رجب في كتابه ادعوا ربكم، هذه يدخل فيها الأمران أيضا. فكما أن من كمال دعاء الطلب كثرة التضرع والإلحاح وإظهار الفقر والمسكنة، فكذلك دعاء العبادة، لأن العبادة لا تتم ولا تكمل إلا بالمداومة عليها، وأن يكون خاشعا خاضعا مخلصا لله عز وجل فيها. وتجد أيضا في بعض الآيات فيها النهي عن دعاء غير الله، كما في قوله تعالى: فلا تدعوا مع الله إلها آخر، أو فلا تدعوا مع الله أحدا، ليه في الجن. هذا يشمل أيضا دعاء المسألة ودعاء العبادة. كيف؟ لا تدعوا مع الله أحدا، يعني لا تطلب من غير الله حاجة لا يقدر عليها إلا الله، من فعل ذلك فقد أشرك. كذلك لا تتوجه بالعبادة لغير الله سبحانه وتعالى، لأن من فعل ذلك أيضا فقد أشرك. تجد أيضا قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا أيضا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. كيف؟ الأسماء الحسنى مثلا لو أخذنا اسم الرزاق، دعاء المسألة كيف يكون؟ اللهم أنت الرزاق فارزقني. طب دعاء العبادة؟ أن يستحضر بقلبه أن الذي يرزق العباد ويقسم الأرزاق هو الله سبحانه وتعالى، يتعبد الله بذلك، يتقرب إلى الله بذلك، فيطمئن قلبه ويرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى، ويأخذ بالأسباب ويسعى ونحو ذلك، مع الاعتقاد واليقين في رزق الله سبحانه وتعالى. مثلا دعاء الله عز وجل باسم الكريم، دعاء المسألة أن يقول مثلا: اللهم يا كريم أكرمني، يكرم مثلا بالطاعة، يكرم بالولد الصالح، يكرم بالرزق الحلال، فهذا دعاء المسألة. وأما دعاء العبادة فاستحضار معاني هذا الاسم في القلب، وأن يمتلئ القلب بهذه المعاني، فيعظم رجاء العبد في الله سبحانه وتعالى، ولا يسأل غيره، لأنه الكريم، وكل صور الكرم للعباد هي من الله سبحانه وتعالى. وهكذا في سائر الأسماء، أسماء الدالة على الرحمة والفضل والإحسان، تملأ القلب طمعا في فضل الله ورجاء روحه ورحمته. الأسماء الدالة على الود والحب والكمال تملأ القلب محبة وودا وتألها وإنابة لله تعالى. الأسماء الدالة على سعة علمه توجب مراقبة الله والحياء منه، وهذه عبادات قلبية، عبادات قلبية. وأيضا له أن يسأل فيقول: اللهم علمني، اللهم إني أسألك علما نافعا، وهكذا. هذه كانت فائدة مهمة تتعلق بنوعي الدعاء، لأن البعض يخلط بينهما، والبعض ربما يظن أن الدعاء شيء واحد فقط هو السؤال، والأمر ليس كذلك. قال الإمام ابن رجب رحمه الله: فصل. خرج ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو، يعني يقول في دعائه: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. من يتوقع معنى المسكين؟ يعني اللهم أحيني مسكينا،
قولوا اللي فاهمينه. طيب خايفين فقير يعني، مش عايز تقول كده؟ فقير إلى الله، محتاج لربنا. جميل. طيب هيجي دلوقتي. خرج الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد. فقالت عائشة: لما يا رسول الله؟ يعني ليه بتسأل السؤال ده؟ فقال: إنهم اللي هم مين؟ مساكين، يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفا، أربعين سنة. يا عائشة لا تردي المسكين ولو بشق تمرة. يا عائشة أحب المساكين وقربيهم، فإن الله يقربك يوم القيامة. هذه الزيادة فيها ضعف. الحديث الأول ابن ماجه هذا صحيح، صححه الشيخ الألباني في الإرواء دون قول عائشة، دون سؤال عائشة. هذا الزيادة دي فيها ضعف، لكن المعنى أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، هذا صحيح ثابت كما سنشير، هو حديث صحيح مسلم: إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة بأربعين خريفا. ده صحيح مسلم. إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة بأربعين خريفا. وفي بعض الحديث الأخرى 500 عام، نصف يوم يعني. يبقى معنى إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم هذا ثابت في صحيح مسلم وغيره كما ذكر. ثم قال: يا عائشة لا تردي المسكين ولو بشق تمرة. يبقى لو جاء الإنسان مسكينا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مسكين كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يرد سائلا ولو بالقليل، ولو حتى بكلمة طيبة، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، ولو حتى كان كما يقول البعض هو يتسول، ودي حرفة ودي مهنة وحيتعود كده، هو مأزور على ذلك. إن كان يسأل بغير حاجة فإنما يستكثر من جمر جهنم والعياذ بالله، يستكثر من جمر النار. وتأتي المسألة في وجهه يوم القيامة خدوش أو كدوش أو خموش، زي واحد خربش وشه كده والعياذ بالله، بسبب أنه يسأل وهو غير يحتاج للمسألة. يبقى أنت لو كنت لا تعلم حاله وأعطيته أنت مأجور، ولو امتنعت حتى لا تشجعه على التسول ونحو ذلك ليس عليك شيء. ثم قال: يا عائشة أحب المساكين وقربيهم. هذا أيضا معنى صحيح في الشرع، التواضع معهم وعدم احتقارهم والرحمة بهم، هذه معاني مطلوبة، فإن الله يقربك يوم القيامة. وقال أبو ذر: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحب المساكين وأدنو منهم. رواه الإمام أحمد، وإحدى أسانيد أحمد، إحدى إسندي أحمد ثقات، رجال وثقات. وفي حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة المنام: أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وهذا في صحيح الترغيب والترهيب، أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. إذا نريد أن نحفظ حديثين: الأول اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. الثاني: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب الإيه؟ المساكين. طيب من الذي سيفعل الخيرات؟ السائل ولا من؟ السائل. طيب لماذا يسأل الله ذلك؟ ما معنى ها؟ لأنها رزق، مش لسه قايلين؟ لأنها رزق، الصلاة رزق والعبادة عموما والتلاوة والخشوع فيها وغير ذلك. ما تستطيع أن تسبح إلا إذا شاء الله، فأنت تريد نعم وتأخذ بالأسباب، والله يرزق ويوفق ويعين سبحانه وتعالى، وهذا يغرس في القلب معنى الافتقار إلى الله، وينزع منه معنى العجب والغرور بالعبادة. أنا صليت وأنا بطلع كل سنة عمرة وحجيت 50 مرة، طب إحنا مالنا؟ تواضع لله سبحانه وتعالى، يعني أنت تحتاج أن تخفي هذه الأعمال وليس أن تنشرها، واضح؟
فيعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله عز وجل الحسنات والخيرات والطاعات. أسألك فعلا، إذا كنت تريد شيئا من الطاعة فسأل الله من فضل. عايز تصوم مثلا ونفسك كده مكسلة وبكرة حر، وقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم يسر لي الصيام وأعني على، تجد التوفيق والتسديد. وترك المنكرات، لو كان الإنسان متلبسا بمعصية من المعاصي لا يستطيع تركها فليدعو الله وليلح على الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا كرهها إلى قلبه تركها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين، مستمد من آيات سورة الحجرات. قال وحب المساكين، إذن حب المساكين أيضا من الأمور المحمودة الممدوحة. قال والمراد بالمساكين في هذه الأحاديث ونحوها، إيه بقى معنى المسكين؟ من كان قلبه مستكنا لله، خاضعا له، خاشعا، وظاهره كذلك. طيب ليه بقى أحشرني في زمرة المساكين؟ طب لو احنا فهمنا ان المسكنة اللي هي قلة المال بقى، هل ممكن تفهم كذلك ان يكون مسكين يعني قليل المال برضو، خصوصا مع بعض الأحاديث التي ربما تشير إلى هذا المعنى؟ نقول لا يلزم، ولكن لأن الغالب على الفقراء إيه؟ المسكنة والتواضع، والغالب على الأغنياء التكبر. خدت بالك ليه؟ لأن الفقر يقسم ويكسر الإنسان، والغنى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. يقول لك أنا مش محتاج أقول يا رب، ليه؟ يقول لك عندي كل حاجة. شوف وصل الحل لبعضهم إزاي. طب وقول أعطاك مين، من مين اللي أعطاك كل حاجة وهو القادر أنه يعيدك كما كنت؟ عشان كده صاحب الرجل، اللي هو في قصة الجنتين، يقول له أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ جاب له أصله، يعني قبل ما تبقى مليونير كنت ايه؟ لما طلعت من بطن امك كان معاك كم الف ولا كم مليون؟ مش معاك حاجه. فهو قادر ان يرجعك تاني زي ما ايه؟ زي ما كنت. وعبر قدامنا كتير، اصحاب ملايين واصحاب مليارات، وفجاه تلاقي كل حاجه راحت، او هو راح عنها وسابها. الغني هو الله سبحانه، وهو الذي يغني من يشاء ويفقر من يشاء لحكمه يعلمها سبحانه وتعالى. عشان كده بنقول الغنى يطغي من لم يكن قلبه مستكنا إلى الله، بخلاف ما لو كان القلب مستكنا إلى الله سبحانه وتعالى غنيا بالله، فلو كان معه المليارات فهذا لا يضره. ولذا وجدنا بعض الصحابة أصحاب ملايين، مثلا أبو بكر الصديق كان الذهب يقطع بالفؤوس، وعثمان بن عفان جهز جيش العسرة من ماله، وعبد الرحمن بن عوف والزبير كانوا أصحاب زي ما نقول دلوقتي مليارات، فعلا ملياردير. طيب هل أطغتهم الأموال؟ لا. ليه؟ لأن القلوب كانت مستكينة خاضعة لله سبحانه وتعالى. يبقى المال إن كان مع إنسان صاحب قلب سليم فهو لا يضره، ويكون في الغالب مال صالح للعبد الصالح. فإذا كان مع إنسان صاحب قلب فاسد ضعيف الإيمان فقد يطغيه وقد يؤذيه وقد يضره. وديت هتحل لك الإشكالية، هل الأحسن أن أنا أكون فقير ولا الأحسن أكون غني؟ الأحسن أن أنت تكون عابد لله سبحانه وتعالى، سواء كنت فقير أو إيه أو غني، لأن المال عارية يأتي ويذهب. والغنى الحقيقي غنى النفس، غنى القلب، وليس الذي يكون ظاهرا في اليد أو في الخزائن أو غير ذلك. وسيأتي الإشارة إلى ذلك. عشان كده قال بعدها إيه؟ وأكثر ما يوجد ذلك مع الفقر من المال، لأن المال يطغيه. يبقى هنا اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. حنجد ابن الأثير رحمه الله، ابن الأثير ليه كتاب مهم جدا يوضح لك المعاني الصعبة في الأحاديث، اللي هو إيه قلنا قبل كده، يعني أي حديث بتقرأه لقيت كلمة صعبة فيه تعمل إيه؟ ما تعملش، صح؟ ها؟ اسمه الإيه؟ النهاية
النهاية في غريب الحديث والأثر، يعني بيجيب الأحاديث الكلمات الغريبة اللي فيها يعمل إيه؟ يشرح حالك. فطالب علم لازم يبقى عنده الكتاب ده طبعا. النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام ابن الأثير رحمه الله. نلاقي ابن الأثير قال إيه بقى؟ هو طبعا بياخد الأحاديث على الحروف الأبجدية، يعني الأحاديث اللي أولها ألف ماشي كده، أو الكلمات الغريبة اللي في الأحاديث اللي أولها ألف يجيبها في باب الألف أو الهمزة مش الألف. الكلمات الصعبة اللي في الأحاديث اللي أولها ب يجيبها في عشان تبقى سهل اللي أنت تدور في الكتاب. هنا هتلاقي كلمة إيه؟ مسكين، يبقى هتفتح على مسكين في باب الإيه أو في فصل الإيه؟ الميم، دور عليها هتلاقي الكلمة عندك. قال ابن الأثير بقى قال أراد به التواضع والإخبات وألا يكون من الجبارين المتكبرين. أراد به التواضع والإخبات وألا يكون من الجبارين المتكبرين. وقلنا إن هذا أوضح ما يكون في الفقراء من المال، إن الإنسان يبقى متواضع قريب من الناس، ها، بخلاف أصحاب الأموال ممن ضعف الإيمان في قلوبهم فالمال يطغيه فتجده يتكبر وربما فعل ما هو أشر من ذلك. حتى بعضهم يعني ينتقي الناس الذين يسلم عليه، خدت بالك، يعني ما يمدش يده لإيه؟ لأي حد، مش أي حد يسلم عليه. بسبب إيه؟ الكبر. ممكن ده يتفقر بعد كده هو اللي هيمد يده للناس، يا رب سلام. عشان كده تلاقي ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، تلاقي منهم مين؟ عائل مستكبر. العائل اللي هو الفقير، يعني فقير ومناخيره في السماء. أما لو بقى غني هيعمل في الناس إيه؟ إذا كان فقير وأصلا متكبر والعياذ بالله، شوف عقوبته إيه؟ لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. شوف الخطر. عشان كده الشاب اللي تلاقيه مثلا خلص كلية أو خلص دراسة ويقول لك بقى هشتغل بقى وأجيب فلوس وكون بقى مستقبلي وأشوف حياتي بقى، نقول له خير بس خلي بالك من قلبك. يقول لك مش نعمل مال الصالح، قول له كمل للعبد الصالح. يقول لك طب عشان بس ننصر الإسلام وننفق على الفقراء والمساكين، نقول له امشي في الخطين مفيش مشاكل، ما تبعدش عن الدين، ما تبعدش عن الدعوة، ما تبعدش عن الدروس. لأن المال لما بيجي يلاقي قلب سليم، يلاقي معاني إيمان متزبطة، يلاقي إخبات، يلاقي إنابة، يلاقي تذلل وخضوع لله سبحانه وتعالى، يلاقي حب، يلاقي توكل، يلاقي خوف، يلاقي يضر. يجعلك هذا القلب السليم العامر بالإيمان تستعمل هذا المال في مراض الله لا يطغيك، بخلاف المال حينما يأتي لقلب فارغ أو ضعيف في الإيمان فتجد هذا القلب يتقلب. خدت بالك؟ فيقول لك مثلا بعض الشباب انا يعني عايز ابقى زي عبد الرحمن بن عوف، كان راجل بينفق في سبيل الله ويجهز الجيوش، ونقول له بس يبقى معاك قلب مين؟ عبد الرحمن بن عوف برضه، لان انت مش ضامن ان انت لما توصل للدرجه بتاعته في المال اللي انت تفضل على نفس الكلام اللي بتقوله، تلاقي نفسك اتقلبت بعد كده محدش شافه ولا حد اخد بالك يلاقيه بعد كده وينحرف وينفق المال فيما حرم الله وغير ذلك. إذن الإيمان هو الحاجز والمانع له عن استعمال المال فيما يطغي واستعمال المال فيما حرم الله سبحانه وتعالى. في سؤال أختم به وتفكروا فيه لحد بكرة، إذن أيهما أفضل، الغنى أم الفقر؟ والغني أفضل أم الفقير؟ حسب الإيه؟ القلب. طب عندنا غني شاكر وعندنا فقير صابر، زنقتك أنا كده، فكر بقى فيه البكر. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.